يسأل يقول: ما حكم التوكيل في إخراج زكاة المال؟ يجوز للإنسان يا إخواني أن يوكل غيره في زكاة ماله، سواء كان المال عنده هو أو عند غيره. يعني الذين مثلا الآن يبعثون أموالهم إلى من يتاجر بها مضاربة، يعطونه مثلا 100,000 يقول بع فيها واشتر، ثم يقول له زكى كل ما جاء رمضان زكى عندي، زكى شوف اللي عندك من حسابي وزكى. هذا أيضا توكيل جائز ولا غبار عليه. وكذلك أيضا أنا عندي فلوس أزكيها، وإذا جاء رمضان قلت للولد ولدي مثلا أنا عندي زكاة 50,000، خذها وراح فرقها، خذها راح فرقها، سواء أعطيتها ولدي أو أعطيتها واحد من الناس أو غيره. عندما أعطيه وأقول: يا أخي أنت تعرف مساكين، هذه خذها وفرقها فيهم جزاك الله خير. هذا جائز أبدا، كل الصورتين جائزة. لكن عندنا مسألة مرت علي خصوصا، في واحد عندهم محجوز تحب الفلوس ولا الزكاة، وعندها في حسابها حوالي 300,000 أو أكثر، جايها ورث من شايبها، يقول لها ولدها الزكي، قالت: لا ماني مزكي، أنا مش عندي الذي يزكون التجار اللي عندهم، أنا يا أمي أمتي وعده الولد يبي يزكي، يبي يزكي، لكن يدري أن الزكاة هي بنافع على ابنية. فراح لها قال: يما شوفي أنا بطلع زكاة مالك من عندي، من عندي، بس أبي تستنوين علشان الله يوصلها يوصل. أنا من مالك يمي. قالت: تم تطلع؟ قال: بطلع 7,500. قال: كلها؟ قال: بعطيها بنات أختك. قالت: هلا صرت أنت تعطيها بنات أختي، ما خالف. أي نعم، وجزاه الله خير، لما استأذنها أخذ وراح وطلع الزكاة في بنات خالات وعطاهني لأنها مستحقات. لكن هذه المسكينة حقيقة ما نوت تلك النية التي تبرئ ذمتها، لكن ابنها جزاه الله خير فعل ما يستطيع فعله. نعم.